تعالى اكلمك كده على شوية تولز هتحتاجها، او احنا هنحتاجها كمان واحنا شغالين في الكورس. ماشي. تولز زي ايه يا عم؟ زي ايه؟ بص لي كده، انا عندي ملف وعايز ابص على التكست اللي موجود جواه دلوقتي. ممكن اعمل ايه؟ في عندك امر كده اسمه جريب. جريب ده بيسيرش الكونتنت اللي جوه ملف، مش بيسيرش على الملف نفسه، مش على اسم ملف من بره، لا ده بيفتح ملف كده يبص على الكلام اللي موجود جواه. فانا ممكن اقول له كده جريب مثلا كلمه روت من الملف اللي اسمه اي تي سي باسورد. شايف؟ ها بص عمل لك ايه؟ قال لك السطر ده في كلمه روت. بالمناسبه جريب لما بيجيب السطر كله كامل على بعضه، يعني الكلمه دي بيجيب الكلمه دي، ها من الملف ده بيجيب السطر بتاعها كله كامل. شايف؟ ايه رأيك؟ ماشي كده؟ ها طيب، بالمناسبة بقى جريب ده ابن حلال قوي. انا عايز اقول له هات لي اي حاجة في الملف فيها كلمة روت، بس برضه insensitive، يعني فيها كلمة root small أو capital. طيب بلاش، أدور فين يا سيدي؟ أدور فين؟ grip dash i. عايز ادور على كلمه. تعال اعمل ملف بنفسي يا عم كده، نانو ملف هسميه تيست كده، تيست. كنترول اكس كده، ليه مش عارف يقرا الملف ده؟ طيب فين تيست؟ انا عندي دايركتري اسمها تيست، صح مظبوط. طيب نانو تيست او ملف اسمه وليكن، تعال امسحها كده، ار ام داش ار اف تيست ديا، وبعد كده نانو الملف اللي اسمه تيست. بص لي كده، لو جيت تقول له كده جريب كلمه مثلا زي تيست من الملف اللي اسمه تيست، ها بص عمل ايه. بلاش نخلي اسمه تيست عشان يبقى الموضوع واضح، موف للملف اللي اسمه تيست ده كده لفايل واحد، خلاص اهو هقول له كده جريب تيست من الملف اللي اسمه فايل واحد. بص لي عمل ايه، ده راح دور في ملف اي سطر فيه كلمة تيست راح جايبه لك وراح عرضه لك، خلاص كده. طيب انما لو جيت قلت له كده جريب داش اي تيست من ملف اللي اسمه فايل واحد، بص عمل ايه، ها كابيتال بقى سمول مش فارق معاه يا معلم، مش فارق معاه خالص. طيب كلام جميل، كنت اقول له هات لي اي حاجه ما فيهاش كلمه تيست، يعني هات لي اي سطر ما فيش فيه كلمه تيست. فممكن تستخدم معاها في معناها الانفيرس او المعكوس الملف اللي اسمه فايل واحد. بص عمل ايه، ها هتقول لي ما هو جاب تيست، اقول لك استنى بس، انت قلت له ايه تيست سمول، طب لو عايز تجيب مش فارق معاه اي تيست بقى سمول كابيتال، بص ايه اللي حصل، ها ايه رايك. ممكن كمان تقول له كده تحط له الاوبشن ده، هي
هيجيب لك رقم السطر اللي فيه الحكايه دي، او رقم السطر اللي فيه الناتج اللي انت عايزه اهو. شفت؟ قال لك السطر رقم 4 ده فيه الناتج الكذا، والسطر رقم 5 فيه ناتج كذا، والسطر رقم 6 فيه ناتج كذا. ها وضحت؟ ماشي كده؟ طيب بالمناسبه جريب انت ممكن تسيرش مش جوه فايل واحد بس، ده انا ممكن اسيرش مجموعه فايلز بالكامل جوه دايركتري. يعني ممكن اقول له كده جريب داش اي، انا عايز اقول له كده جريب على كلمه روت في الملف اللي اسمه اي تي سي، او اسف في الدايركتري اللي اسمها اي تي سي. بص قال لك ايه؟ دي دايركتري، فانا ممكن اقول له كده جريب داش ار، ار معناها ها ريكيرسيف. بص عمل لك ايه؟ راح دور في اي ملف موجود في اي تي سي وجاب لك اي سطر في اي ملف في نتيجه، وراح عامل لك ايه؟ قال لك الملف ده انا لقيت في الناتج ده وعرضه لك، ايه رايك؟ والملف ده وفي الناتج ده، والملف ده وفي الناتج ده. ها يبقى لو عايز تسيرش جوه دايركتري كامله ممكن. طيب ممكن اقول له كده جريب داش اي ار اهون، واضح ان في نتائج اكتر المره دي. طيب بالمناسبه ممكن اعمل كده، عارف ده عمل ايه؟ بدل ما كان بيعرض لي اسم الملف وجنبه الناتج بتاعه، ها عمل لي ايه؟ عرض لي اسم اسم الملف بس، عمل لي ليست باسم الملف بس، ما جابليش ها الناتج في انهي سطر فيه. خدت بالك؟ ها حد واخد باله؟ اهو بص لده كده وبص الفرق بين ده وبين ده، هما الاثنين زي بعض، بس الفرق ان ده عرض لي الماتشنج ريزلت بتاع السطر كمان جوه الملف، بس الاول اللي قبله ها عرض لي اسم ملف فقط. فجريب ده هيفيدك جدا وانت شغال كل السيرفيسز، كل السيرفيسز هيبقى الكونفيجريشن فايل بتاعها موجود عندك. تفتكر لو انت عايز تشوف السيتنج بتاع ها كونفيجريشن انتري واحده لازم تروح تفتح الملف، ولا ممكن تسيرش على الانتري دي بس؟ يعني انت عندك مثلا في الاباتشي، الاباتشي بيلسن على بورت وليكن 80، عايز تشوف الاباتشي كونفيجر ان هو يلسن على بورت كام؟ ها هل ممكن تقول له كده جريب داش اي كلمه لسن من الملف اللي موجود في اي تي سي اتش تي تي بي دي؟ ينفع تعمل حاجه زي كده؟ هتضطر تعمل حاجه زي كده. تخيل بدل ما تروح تسيرش في ملف 300 سطر وتقعد تطلع بالاسهم رايح جاي جواه وتعذب نفسك، ممكن تستخدم حاجه زي جريب دي عشان ايه؟ يسيرش جوه الملف ده. طبعا السؤال اللي الراجل ده بيساله سؤال غبي جدا لسبب واحد بس، ان حتى انت في ويندوز انت لما بتفتح النوت باد المعفن ده يا عم، عمرك ما حاولت تعمل كده؟ عمرك ما استخدمت فايند ده؟ قول لي بس لازمة فايند ده عندك ايه في النوت باد؟ ها انت سألتني سؤال برد عليك بسؤال تاني، فايدته ايه؟ يا عم انت جاي تهزر بقى ولا جاي تضيع وقتنا ولا ايه؟ انا مش عارف، مش عارف والله انت جاي تهزر ولا ايه بالظبط. خلاص طيب ماشي، او ما هو بجد شكله جاي يهزر، وانا بصراحه مش هستحمل اكتر من كده يعني. فلو هيهزر اكتر من كده لا انا مش هقدر يعني. طيب كمل بقى كده بسرعه. حاجه تانية كمان، حاجه تانية كمان اللي هي ايه؟ بص لي كده عندك كات اي تي سي باسورد، بص لي كده لو انت فاكر اي تي سي باسورد ده كان ايه اللي موجود فيه؟ ها اسماء المستخدمين اللي موجودين عندك، صح؟ شايف؟
ده اسم، ادي التاني التالت الرابع الخامس. دايما لو لاحظت كده الملف ده، اول الملف ده متقسم قلت لك لعبارة عن أعمدة، كل عمود مفصول عن اللي جنبه بإيه؟ بنقطتين، صح؟ فاكر من زمان قوي لما كنا اتكلمنا عن الملف ده؟ طيب ينفع لست بس كل المستخدمين اللي موجودين عندي، مش عايز اعرض بقية الخصائص بتاعتهم دي، مش عايز اعرض كل الكلام ده، انا عايز اعرض اسماء المستخدمين بس. ممكن؟ لا مش لازم ريجكس خالص دلوقتي، ممكن اقول له كده كات، هستخدم امر اسمه كات. ممكن اقول له هات لي الفيلد الاولاني، هات لي العمود الاولاني والفاصل بين كل عمود وعمود عبارة عن ها نقطتين من الملف اللي اسمه ATC password. تاني هستخدم الامر اللي اسمه كات داش اف واحد. اف واحد معناها ايه؟ هات لي العمود الاولاني، هات لي الفيلد الاولاني، فيلد يعني عمود. ها طيب داش دي نقطتين، دي معناها الديليمتر او الفاصل ما بينهم، الفاصل بين كل عمود والتاني نقطتين من الملف اللي اسمه ATC password. بص كده، بص المرة دي بدل ما كان بيعرض لك كل معلومات المستخدمين عرض لك ايه بس؟ ايه رأيك؟ ها واضحة؟ طيب سؤال تاني، هو انا ممكن اجيب بس اليوزر اي دي بتاع المستخدم؟ اليوزر اي دي كان في الفيلد الكام؟ الفيلد الثالث، صح؟ في العمود الثالث. فهقول له كده هات لي يا عم العمود الثالث. شفت عمل لك ايه؟ طب ينفع اجيب ها اسم المستخدم وجنبه اليوزر اي دي بتاعه؟ ايوه. هقول له كده كات هات لي الفيلد رقم واحد والفيلد رقم ثلاثة، بس انا عايز اسم كل مستخدم واليوزر اي دي بتاعه والفاصل ما بين كل عمود والتاني نقطتين اهو. بص ايه اللي حصل، ايه رأيك؟ ماشي كده، ماشي. يبقى انا لو عايز اجيب فيلد محدد هستخدم الامر اللي اسمه كات، وممكن تقول له عايز من الفيلد رقم كام للفيلد رقم كام. ممكن اقول له كده هات لي من الفيلد رقم واحد للفيلد رقم اربعة. بص من واحد لتلاتة راح جايب واحد واتنين وتلاتة، انما لو قلت له واحد وتلاتة هيجيب واحد وتلاتة بس. وضحت؟ شفت الفرق بينهم؟ لو واحد من واحد لاربعة هيجيب لك واحد واتنين وتلاتة واربعة. ايه رأيك؟ طيب عارف ده هتستفيد بيه في ايه؟ احيانا لما بيجي يتعمل اوديت على على السيرفر بتاعك، المفروض بيكون عندك حاجة اسمها الاوديت تيم. الاوديت تيم ده بيجي كده كل كام فترة يقول لك ها وريني يا عم المستخدمين اللي موجودين عندك واليوزر اي دي بتاع كل مستخدم، ماشي كده، اسم كل مستخدم واليوزر اي دي والجروب اي دي بس. تفتكر ايه الاسهل؟ تقعد لو عندك 1000 مستخدم بقى تقعد تمسكهم واحد واحد كده وتنقح او تظبط الناتج، ولا ممكن تستخدم امر زي ده عشان يجيب لك الناتج في ثواني، في ثانية واحدة بالظبط؟ ها ايه رأيك؟ له فايدة ولا ملوش؟ ماشي كده؟ طيب ايه كمان يا سيدي، ايه كمان؟ بص لو لاحظت لما جيت الامر ده كده استخدمته مع، انا كنت بستخدم ده عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب العمود التالت، صح؟ العمود التالت اللي هو كان مين؟ اليوزر اي دي، تمام كده. بصوا لي كده الناتج ايه اللي حصل له، الناتج شكله عر قوي، صح؟ حاجه زباله يعني، ده ناتج زبالين. عارف ليه؟ لان لو عندك تيم كده والتيم قال لك، او عندك سيستم اوديت تيم والتيم ده قال لك انا عايز اليوزر اي دي بتاع كل المستخدمين، بصوا لي كده هتدي له اليوزر واحد قبل اتنين ولا تلاته قبل اربعه ولا اربعه قبل سبعه ولا سبعه قبل تمانيه. بص ايه العك كده. طب انا عايز ارتب الناتج ده يا عم، انا عايز ارتب الناتج ده، ها ممكن استخدم الكلام ده كده مع سورت. سورت عارف سورت بيعمل ايه؟
بيرتب الناتج اللي موجود عندك. بص لي كده، بص صفر بعد كده واحد بعد كده 1000 بعد كده 1003. هتقول لي هو كده اتعمل له سورت؟ هقول لك ايوه اتعمل له سورت، بس ما اتعملوش سورت بشكل نيوميريك، اتعمل له سورت على حسب ها سترينج، او اتعمل له سورت كانه سترينج كانه كلمه. فهل لو عملت سورت الاثنين او ال 12 تيجي قبل ال 1000؟ لا، هقول لك ال 1000 تيجي قبل ال 12، لان ال 1000 بتبدا بواحد. بص اي حاجه بتبدا بصفر الاول، بعد كده اي حاجه بتبدا بواحد، بعد كده اي حاجه بتبدا باثنين، بعد كده اي حاجه بثلاثه، فاهم؟ بس ده برضه مش اللي انا عايزه. فانا ممكن اقول له كده انا عايزك تسورت بشكل نيوميريك، انا عايزك تسورت بشكل نيوميريك. بص بقى المره دي ايه اللي حصل لما قلت له رتبه لي بشكل رقمي. ها بشكل رقمي الوضع هيختلف، هيبقى 0 1 2 3 4 5 وانت طالع بقى، شايف؟ ها ايه رايك؟ وصلت؟ حلو جدا. طيب ايه كمان؟ طب انا عايز يا سيدي كات كده اي تي سي باسورد، انا عايز كل يوزر والشل بتاعه. ممكن اقول له كده كات داش دي نقطتين، او ماشي داش، عايز الفيلد رقم اليوزر والشل بتاعه. واحد وسبعة من الملف اللي اسمه اي تي سي باسورد. بص كده ايه رايك؟ جاب لي كل يوزر والشل اللي بيستخدمه ايه. في عندك ناس بتستخدم نو لوجن، وفي عندك يوزرز بيستخدموا بين باش. طيب سؤال تاني، ايه الشيلز اللي الناس كلها بتستخدمها؟ ايه كل الشيلز اللي موجوده عندك هنا على السيستم؟ بص في عندك بين باش، وفي عندك اس بين نو لوجن، وفي عندك شات داون، وفي عندك بين سينك. طيب السؤال بقى، انا عايز الناتج يتكرر مره واحده بس، انا عايز الناتج يتكرر مره واحده بس. ها بدل ما عندي نو لوجن ده، الراجل قال لك يا عم هات لي كل الشيلز اللي مستخدمه عندك. هل كل دول شيلز مختلفه ولا بعضهم متكرر؟ لو قلت له جريب هيجيب لك ناتج واحد بس، فجريب ما تنفعش، جريب ما تنفعش. انما انا عايز اقول له كده هات لي ناتج ده واعمله لي يونيك. بص ايه اللي حصل، بص ايه اللي حصل، خلي بالك لسه في خازوق كبير قوي، عارف اللي هو ايه؟ بص لي كده نو لوجن عمل ايه، اتكرر برضو مرتين، خدت بالك؟ والباش برضو اتكرر مرتين، عارف ليه؟ لان ده موجود هنا، اللي بعده مختلف عنه فخلاص، طب اللي بعده مختلف فخلاص. طب لو كان موجود هنا وبعد كده بقى موجود تحت مرة تانية، يونيك بيقارن كل ناتج باللي قبله بس، يونيك بيقارن كل ناتج باللي قبله، اللي قبله لو ما كانش متكرر خلاص بيسيبه. طب انا ممكن اعمل حاجة صايعة بقى قوي، ممكن اقول له كده اعمل لي سورت الاول، وبعد ما تعمل سورت هات لي الناتج بشكل يونيك، بشكل يعني ما يتكررش. بص كده ايه اللي حصل، مش ده اللي انا كنت عايزه؟ ايه رايك؟ ها بص استخدمت البايب كم مره، ادي واحد ادي اتنين، ها بدانا نكبر الدنيا صح. انا عارف انا عارف الدنيا تبدا تكبر بقى كده، ونبدا نشتغل الشغل الحقيقي خلاص، او شكنا او شكنا معلش. لا العلامة دي كده قلنا عليها اسمها البايب، العلامة دي كده قلنا البايب، وقلت لك البايب دي يوم ريدايركشن ها بتعمل ايه؟ البايب يوم ريدايركشن بتاخد الاوتبوت من امر، خدت الاوتبوت بتاع الامر ده اللي اتنفذ ده، حطته كانبوت للامر ده، وبعد كده خدت الاوتبوت بتاع الامر ده حطته كانبوت للامر اللي بعده. وصلت كده؟ ها حد عنده اي مشاكل؟
ماشي. يبقى البيزك سترينج بروسيسنج تولز كمان بدأنا نتكلم عنها الحمد لله ممتاز. فاضل لنا هنتكلم بكره في موضوعين ان شاء الله ونبدا التراك الثاني بكره ان شاء الله. هنكمل هناخد الفيم بكره وهبدا التراك الثاني هتكلم على السيستم دي تحديدا. بكره هبدا التراك الثاني وهبدا على سيستم دي. خلاص كده. طيب ماشي. حد عنده اي سؤال قبل ما انهي؟ حد عنده اي سؤال قبل ما انهي؟ طيب ممتاز جدا الحمد لله.